حاليا اللي وصلنا له يعني طوقنا الموصل القديمه باتجاه الملعب، وان شاء الله ما بقى شيء الموصل القديمه نطبلها، بس ناخذ الملعب وان شاء الله المنطقه مطوقه وبحيل الله منصورين. القوات المدنيه السريعه تقدمت باتجاه ملعب باب سنجار، والقطاعات كلها منتشره بذاك المحور، والعدو تكبد خسائر جدا كبيره، ما هم هجوماتهم مستمره لين ما نروح متصامدين ان شاء الله، والجثث موجوده ما مقابل الملعب ومقابل المدارس الموجوده على الشارع العام.